موضوعنا لهذه الحلقة هو موضوع الشريعة والدستور. استضفناكم على يميني دكتور خالد شوكات الأمين العام للاتحاد الوطني الحر، على يساري الأستاذ جوهر بن مبارك هو المنسق العام لحركة دستورنا. أينما ثمة مصلحة الناس فثمة شرع الله. ما يقلقني أنا كرجل قانون أني ما نشمش نفهم كيف سنضع في الدستور نص يقول بأن الشريعة هي مصدر للتشريع. احنا رواد حداثة، لكن نعتقد أن الحداثة يجب أن تنبع من قيم الأصالة. في منظومة ديمقراطية فماش مصدر للتشريع إلا إرادة الشعب. المشرع التونسي اعتمد على الشريعة الإسلامية أكثر من ما اعتمد على أي شيء آخر. في نهاية الأمر دور بين الرحاة ودور بين الدائرة باش نعطيه سيادتنا إلى من هو يعني ناطق باسم الدين. أنت ماك مطمئن الخيار الشعب والشعب وراك ما تخاف من شيء. إذن يميني سال الليلة 6 بتوقيت المغرب 7 بتوقيت تونس والجزائر على نسمة